هي حفرة يقع فيها الإنسان بإرادته، لكنه لا يستطيع يخرج منها إلا بشق الأنفس. إنها حفرة المخدرات بأنواعها، الآفة التي تغزو شوارع وحتى مدارس وجامعات، من متدنية السعر إلى باهظة الثمن، والنتيجة واحدة: موت على البطيء وأحيانا على السريع. هو مدمن سابق، قرر أن يخفي وجهه، صحيح، لكنه أراد أن يفشي سره عبر تلفزيون المستقبل كي يستفيد من لا يزالون على إدمانهم. بعمر كتير صغير المخدرات بلشت عنا بالبيت. أنت ومين؟ أنا ورفقاتي وأخواتي كلياتنا بيئة وحدة بشارع واحد، هو بيكون سهل وبيضل سهل طول ما في شيء اسمه مصاري. واللي بعلقك فيه هو على أساس إنه صديقك أو حبيبك وصاحبك، بس أنا بتتفاجأ في إنه هو بلك بشيء دمر حياتك. وأنت مبين على ذلك يعني في هذا شو أثار شو هيدا لما يبطل في مادة اللي أنت بدك إياها، إن كانت حشيش أو في مادة جديدة اسمها سلفيا أو حبوب أو شيء، أنت هون تنفعل، ممكن تضرب، ممكن تأذي، ممكن تخبط حالك، تأذي حالك حتى ترتاح. أنت بتفكر حالك عم ترتاح. الحمد لله أنا على عمر 18-19 سنة وقفت بتاعاتي بعد سنتين وقلبت حياتي كلياتها شيء تاني. تزوجت وعندي بيت وعندي عيلة بشكر الله عليها، والحمد لله انه انا ما جرب العاطة او قرب. كيف كان عندك ارادة؟ كيف رحت على مصح ولا لا انت ولا حالك؟ انا في مين ساعدني، بس ما رحت على مصح لانه ما كان في مصح ببيروت. لو كان في مصح ببيروت اكيد كنت رحت عليه، ما استحي يعني، بس ما كان في مصح ببيروت، ففي حكيم ساعدني انا انه وقف خدرات. قلت لي عندك اخوة، كم خيل بتعاطوا بعضهم لهلا؟ عندي 2-3-4، عندي أصحابي هن إخواتي، في منهم بيشتغلوا بيتعبوا كمان يأمنوا حالهم. جربتوا دزوا على التجار؟ ما بعرف أنا تجار صراحة. طب كيف بيبيعوا هيك المحلات؟ لا، في مكان معين برات بيروت بيروحوا بيجيبون، مش من بيروت. أبو عماد خلع القناع واستذكر سنوات السجن الخمسة راويا ما يحصل. عشت 5 سنين جوا، بعرف الخميري والفطيري وبعرف كل شيء. نطلب من الدولة تعمل مصحات، لأن السجن بزيد المخدرات، ما بيشيل المخدرات. أخي كله بدك ترتاح بالحبس، هيك بتصير. بدك ترتاح هات علبة الدخان، خذ هالحبة. ما هيك بتصير جوا، كيف بتصير؟ كاش؟ ما في كاش. في تقرير سابق تحدثنا مع أناس مدمنين حتى الساعة، دعوا إلى تخليصهم من هذه الآفة عبر المصحات لا السجن. استفسرنا عن بعضهم فتبين أنهم لا يزالون في أوكار مهملة ينتظرون إما المصح أو الموت المحتم.